قضيه ما شافت قضيه، راه كملتي هذاك القطعه. ما تساليش صدر، اليوم عندنا معكم واحد التحليه راقيه رائعه بالفريز. الشاف ما قدرش ما نساليش يقدم لكم. عطيتني الطبقه ما فيه الفريز. يلا غير قربي قربي، انا غادي نبعد عليك. قطع عليها واحد الطرف اخر، قطع عليها، خذي قطعه اخرى. السلام عليكم، كما وعدناكم غادي نديرو سلسله ديال الفريز. دابا غادي نصوب واحد الماكارون بالفريز اللي غادي نحتاجو. غادي تصوب لينا ديسير ولا كيفاش داير هاد الماكارون؟ ديسير، حيت الفريز هو كله ديسير، يعني التحليه دي التحليه ديال الفريز نديروها مع مورا الغداء ولا مورا العشاء ولا ختم ما بغينا ختم ما بغينا. المكونات كالتالي، عندنا 100 هنا نعطيكم ديال واحد الماكارون نديروها جيون كبيره، 125 غرام ديال السكر سنيده، 125 غرام ديال السكر كلاسي سبيسيال. كتعرفوا السكر كلاسي سبيسيال بانه اشنو الفرق بين السبيسيال والعادي؟ هو داك السبيسيال كتكون زايده فيه النشا، كاين كل كيلو ديال السكر كتكون فيه 100 غرام ديال النشا، هذا هو السكر سبيسيال باش ما يديش لي غران. عندنا الماء ديال البيض او بياض البيض، بياض البيض اللي ما تتعقميني على هذه الخدمه ديال حيت لا كنسولوا لي شي ناس قال لك شنو هو ماء البيض؟ لا بياض البيض، بياض البيض. عندنا 90 غرام، 90 غرام هو 3 ديال البيضات. عندنا اللوز قشرته اللي هو هذا، انا هذا خديته طحنته، ما غاديش نديرو بالاموند اون بودر، غادي نديرو بالاموند عادي. ها هو بقشرته ما مقلي ما والو عادي، ها هو طحنتو. هانتوما الروسيت راه ساهله، 125 غرام بثلاثه هاد المكونات بما فيهم السكر سنيده والسكر كلاسي واللوز مطحون ومغربل. عندنا كيما قلنا البلوند ماء البياض 90 غرام، بياض البيض هادو غادي نغربلو السكر كلاسي مع اللوز، علاش؟ باش ينسجمو لينا مزيان. فوالا باش يتخلطو لينا مزيان. اليوم سهلتي عليهم هذاك الماكارون، يعني غير باللوز عادي، باللوز عادي بقشرتو، ما تصدعوش راسكم تقلبوا لي على اللوز غبره ولا اللوز سبيسيال ديال الماكارون، ولكن راه كيجي بنين، كيجي بنين. ايوا انت راه دختي راه عرفتي كيفاش راه عرفتي. هذا الماكارون العائليه كتجي، وراه كيجيو غادي نديرو واحد الكارنيتو تجي يا سلام. غادي ندير البلوندوف ديالي يطلع، غادي نديرو في الماكينه. هو درت دابا هنايا بياض البيض والسكر، هما درتهم في الماكينه، غندير لها مارش. انا دابا البلوندوف ديالي رخيتو كيطلع، انا غادي نطراسي، خديت غير تبصيل عادي، تبصيل ولا شي حاجه دايره ولا شي سيركل هنا باش ناخذ الحجم ديال الماكارون ديالي. انا خديت هذا طراسي به باش تجيني الدوره مقاده، غادي ندير فيه جوج ديال الدورات. هنا البابي ديالي كنقلبو باش الماكارون ما يلصقش ليا مع ستيلو اللي درت. فوالا البلوندوف ديالي هو طلع، عطينا شي فرق. لو بيك، لو بيك، شتي كي طلع لو بيك دوازو. ها هو عندنا اللوز ديالي هو غادي نخوي مع السكر كلاصي مع الميرينغ على فرونسيز، الميرينغ على فرونسيز. غادي غير نحرك باش يتخلط ليا الخليط، ما غاديش الماكاروني يعني يطيح، لا، حيت باغي الماكارون ديالي يجي واقف، يجي بحال السيربون. بغيتي يبقى داك الموتيف كيبان، فوالا، يعني الدورات كيبان. الدورة انا غادي باش نشوفو باش نشوفو القوام كيفاش غادي يكون. صافي، ما غاديش نزيد نحركو مزال، تحرك بما فيه الكفايه. ها هو واقف، ماشي بحال الماكارون تيكون مطلق، هذا شاد راسو، هذا ما طيحتيش، لا ما طيحتوش ديريكتومون، غادي نديرو في البوش.
انا غادي نجي عندك كتلصق غير بالمكرونه غير المكرونه كنلصق الطابيه ديالي هي انتما شفتوها درتها سامبل ايه ما تكونش فيها اسنان بسم الله كنبدا من الوسط شويه عليا كندور كاتبه ديك الدوره زوينه اه قدو مسائل يعني مزيان كنحبس حتى ندور حتى الاخر حتى هو دابا المكرون ديالي ها هو جاهز بغينا نديرو ليه الكولورون سوا بيستاش ولا شوكولا ولا احمر نديرو الكولور غير يعني انا هذا بغيت نخليها هكا دابا غادي نطلع الفران ديالي 145 لمدة 15 دقيقة ونخليه طيطي الفران يكون سخون من قبل وي يكون سخون عاد ندير المكرون وسخون من الفوق ومن التحت وي من الفوق ومن التحت والفونتيلاتور مروحه الا كانت الفونتيلاتور نديروها ما كانتش ماشي ضروري ولا كان الفران كنتحكموا في التحت والفوق غادي نديروا لي 10 دقائق يكون شغل الفوق والتحت و5 دقائق نطفيو الفوق ونخليو غير التحت باش المكرون لا كولور ديالو ما تغيرش لينا اللي عنده من الفران كيكون شويه ناقصه الحراره ديالو وي. وكاين اللي كيكون طالعه الحراره ديالو ما مريقلش شوف في هذه الحاله هذه تيخصكم تشريو واحد باش كنعبروا الحراره راه كيتباعوا في الكونت سوفاس كتباع هذيك تيكون عندها واحد المكانه وعندها الخيط داك الخيط كيصبر العافيه الخيط والمسمار الخيط والمسمار هذوك هذاك الخيط والمسمار كندخلوهم في وسط الفران ولا باري كنديروها برا باش كتبان لينا الحراره ديال الفران اكزاكت سواء كان الفران هكا ديال الضو ولا الفران ديال الحداد كما كان بيكون كما كان النوع ديالو كنديروا ليه هذا الترموستات ديالو سبيسيال على بركه الله دابا انا غادي نشعل الفران ديالي ها هو المكرون ديالنا بعد ما دوز 20 دقيقه ها هو طاب ما غاديش نحيدو من البلاكه باش كيبقى يزيد في الطياب في هذيك السخونيه ديال البلاكه هو خصو يكون طيب شويه اكثر من المكرونه وي حيت هذاك صغير وهذا كبير الصغير تياخذ 15 دقيقه هذا تياخذ 20 دقيقه دابا نخليوه يبرد دابا نخليوه حتى يبرد باش نوجدو معكم الكارنيتور ديالو الحشوه بعد ما المكرون ديالنا طيبناه وبرد انا راه خديت الفريز هنا عندي كيلو ديال الفريز بالحق غادي ناخذ منه غير شي نص كيلو غادي يقدني انا خديت لاكريم فريش لاكريم فريش ديال الحلوى خديت 200 غرام وخديت واحد الفرماج كيما كان الفرماج اتارتيني 200 غرام يعني ما في لا ديفيا ولا جبال ولا كريم تشيز ولا جوده ولا جوكا اللي كان ديال الفرماج اتارتيني بون هاد الفرماج غادي نطلعهم نخلطهم بجوج نذكروا الناس بان لاكريم خاصها تكون تخرج من الثلاجه وي راه بارده هاد لاكريم حيت كيكون المشكل اللي كيقول لك ما عرفتش علاش ما طلعتش لا الا ما طلعتش هي لاكريم ما بارداش غادي نخلطهم بجوج هنايا ما غاديش نزيدوا السكر لا حيت هذا تيكون شويه صالي سكري وكنذكروا بان الكريمه هذه حلوه لا كريمه حلوه وي باش كتجينا شويه الحلاوه باش كتجينا حيت ما نديروش كاع مسوسه اجي الا كانت خداو ديك اللي مسوسه يزيدوا شويه السكر لا بغاو يزيدوا شويه السكر يزيدوا فوالا دابا غادي نطلع هاد لاكريم ديالي لاكريم ديالي هي طلعت كطلعت بزاف تكون واقفه هانتوما الا تذوقوا هاد لاكريم راه اللوغو ديالها كتجي سكري صالي شاكي واقفه مزيان انا خديت واحد دي كانلي سنان كيما بيكون يكون في 10 سنان ولا 12 كيبقى ليهم الاحتياط غير هو تيجي زوين هذا ما كنحلوش بزاف واخا خديتو لاكريم سوسه ما تزيدلوهاش السكر على ود المكرون حلو كاينين اللي كيبغيو ينقصوا السكر ممكن عندكم لو شوا غادي نوجدو الفريز
وديما ديما الفريز الا بغيتو تخدموا به خذوا الفريز اللي تيكون شويه صغير ما يكونش كبير بزاف. هذا هو اللي كيجي لينا في الحلويات. فوالا انا غادي ناخذ هذاك الصغير هو اللي غادي نقي بحال هاد لاطيه هكا هو اللي زوين. فوالا لا كريم ديالنا اللي درنا في لابوش تشيز. فوالا غندوزو على الكاطو ديالنا. يعني هذيك قطعه واحد القطعه الاولى قطعه اللي هي هذه غادي ندوزها كلها. فوالا تعطي كل فريزه على جوج على جوج ونتكيهم. الفريز هو شويه تيكون قاصح ماشي بحال الفرنبواز ولكن غادي هذا ديال الجناب نخليه صحيح وديال الوسط غادي نحاولوا نهشيو باش يجينا رطب. تستافع عندك زوين يا راه خصنا نستفوا داك الشيء المنظر رائع. راه كنصوبوا الحلوه ماشي حلوه خصها يكون داك الشيء. انتوما شتي غير هاد الحطه عندك هاد الشيء ياك ضروري تحضر هاد التحليه حيت دابا وقت الفريز هادي خصنا نبدعو فيه. وليني هادي راه تحلية راقية يعني بالمكارو شي حاجة واعرة. ايوا هادي الدورة ديالي صافي كملتها. دابا غادي يبقى ليا الوسط غادي ناخد عاود شوية ديال الفريز غادي نبقيه. دابا واخا هاد الكبار حيت غادي نهشيهم غير إلا كنقيو الفريز هذاك الخضر نحيدوه هذا تيجي شويه قاصح. بعض المرات كنلقاو الفريز ما طيبش مزيان في هذا الخضر ماشي بحال هذه بحال دابا هذه ما فيهاش الخضر غادي نقطع غير هذا الربيع نحيدو هذيك المنطقه الخضراء تحيد الخضره كتكون شويه قاصحه نحيدوها حتى المنظر ديالها ما كيكونش زوين. لا ما زوينش غادي نهشيه وانا نجيبو هنا باش ندير واحد التخليطه باش يجيني الفريز في الماكارون ديالي رطب جيميش قاصح. فوالا انا دابا هاد الفريز هو هشيتو هنا انا غادي نزيد عليه هذيك لا كريم تشيز ديالي ها شويه. فوالا فوالا راه غير هذيك التخليطه راه بنينه ويلا شتي هاد التخليطه هادي ديرها فشي فيغين الا مخيره عاطيني بغيتي تدوقي بغيتي تدوقي قولي لي غادي ندير لي جي هاكا انا دوقي راه شتي نقول للمشاهدين تشتي غير هاد لاكريم تشيز ديروا مثلا واحد الكميه ديال الفريز مثلا واحد كيلو ديال الفريز على حساب الافراد ديال العائله وديروا تقريبا من واحد البو ديال لاكريم وبو ديال الفرماج طاختيني ما ديروش السكر راه ناقص حلاوه. طلعوهم في الباتور ولا غير بيديكم وما يطلعش بزاف ما يبقوش بحال هكا اللي درت انا هذا حيت بغيت نديكوري به وخلطو مع الفريز وعمروهم في ليزاسيت للدراري ولا في ديفيغي الا تيجي مخير. هذا بانيت هذا راه ناقص حلاوه اللي دق ناقص حلاوه هانتوما هذا او نديرو في الوسط علاش درت ليه انا هكا باش ملي كنقطع المكرون ديالي ما كتجينيش قاصحه في التقطاع ديال حيت الفريز كتعرفوا هو قاصح شويه ايه ماشي بحال الفرومبوز ماشي بحال الفرومبوز. دابا هنا غادي ندير دي بتي غوزاس باش المكرونه تحط على تلصق ليا مع الفريز. الكميه اللي درت كتجي لهاد المكرونه قد قد ما كيخص وما تيشيط. خصك تعطيني القطر ديال هذيك المكرونه. اها هو الاول القطر ديالها 20 سنتيم 20 21 هنا 21 سنتيم 21 سنتيم. هذيك الكميه ديال لاباري ديال المكرون كتجي القياس الفريز نص كيلو ديال الفريز كيقدها. بسم الله انا دابا نحطو عادي فوالا يا واحد تيكون دير واحد الغوزاص هي اللي بقات غادي نديرها في الوسط. فوالا كيبقى تزين كل واحد ولا نسمعلو تيبقى عليكم نتوما.
دابا وجدت الماكارون ديالي، دابا غادي ندخلها للثلاجة باش تبرد ليا واحد شوية، ولا كنت كاع مزروب فيها نطلعها للكونجيلاتور باش غير تشد ليا، حيت كتعرفوا الفريز ما خصناش نكونجليوه غير بديك لاكريم تشد لينا باش الا كنقطعوها تقطع لينا مزيانة ديال فين. الماكارون ديالنا هي بردات، دابا نقطعوها. بسم الله، ضروري كتمسحو بشوية كتبدا تنشر شويه بشويه، ماشي المنشار يكون ماضي منشار منشار. وي دابا غنزل عليها وكتجار. ها انتما تيمسح. ها انتما كي عمره وعلى المكرونه ديالنا قدم علينا في الطبق. اخا المكرون ديالنا هيا قطعناها بعد ما بردات في الثلاجه، تبردنيت شويه باش لاكريم ديالها تشد. اش بقى لينا دابا؟ ماذا دابا الدقان. هاد المقطع مهم ياك. لا توسي معنا ديال البلاصكا. لا صافي كملات. يا حقا بقى غطا الغطا ان شاء الله، حيت بديت بيت نهار الجمعه. اليوم الخميس صافي، انا اللي غادي نبدا الاسبوع ديال التحدي. الاسبوع ديالها بلادي ما قدرتيش تقاوم هاد. لا ماكارون زوينه هاد التحليه هادي. بسم الله بالصحه وراحه سيدي. يلا اللي كيشاهدنا اول مره اشترك في القناة، انقر على الجرس يوصل الجديد، حطوا اعجاب. هادي الله يطاع واعرة وما حلوش بزاف معاها. لا لا انت نسيتي المذاق ديال السكر. اليوم عاد المكرونة معلك والله الا زوين. يلا بالصحة وراحة، حطوا تعليقات ديالكم، زورونا في الانستغرام الشاف امهري، الشاف لبنى امهري. يلا بالصحة والراحة.